العشرين الماضية شفنا تحدي أمني مستجد في تونس، وهو ظاهرة الإرهاب وظاهرة الاغتيالات، والقوى المعارضة للسلطة آنذاك كانت تتهم بشكل مباشر وغير مباشر بالمسؤولية السياسية لا في العشرين الماضية، نحكي في العشر سنين اللي فاتوا، نحكي في حكومة الترويكا. لا مش فقط في حكومة العشر، في حتى 2018. شوف أنا قلت قسمتها إلى ثلاث، حكومة النهضة، حكومة الباجي. نحكيو ما قبل الانقلاب، نحكيو ما قبل قيس سعيد. لا هذا ما هو صحيح، لانه الإرهاب اللي تعمل في الحكم النهضة شيء، والثاني اللي تعمل في حكومة الباجي قيس سبسي شيء، واللي يحبوا يعملوه في الحكم في حكومة هذا شيء ثاني. خلينا نفرق بين هالثلاثة انواع عظم. نبدأ بالنوع الاول. نعم، في النوع الاول كان للجزائر فيه دور كبير، وكان أيضا للعرب فيه دور كبير، وكان للقوى الداخلية في تونس دور كبير. في النوع الثاني، لا خلينا في النوع الأول، لأنه يعني كلام هذا مهم جدا. كان تقولي أنت يعني حبيت، كانوا ثم إشارة أنه الاغتيالات اللي صارت في الفترة الأولى هذه اللي كنت تحكي عليها، يعني المسؤول عليها هذه الأطراف اللي قلت عليها ثلاثة، يعني الجزائر والأطراف الداخلية. الأطراف الداخلية اثنين، يعني الناس اللي خسروا السلطة، اللي خسروا الانتخابات. نعم، لا اللي خسروا السلطة مش الانتخابات، اللي خسروا جماعة بن علي. نعم. نعم. ثم ما يتبعهم في القوة الخشنة للدولة. نعم، واضح. في الفترة لأنه وقع فيها صراع. في ذلك الوقت وقع صراع بين الأمنيين والجيش. الجيش كان يريد أن يبقى محايد، والأمنيين كانوا يريدوا أن يستردوا سلطتهم. نعم. وفي ذلك الوقت كان الجيش يعاني من كل ذلك، يعني من هجوم الجزائر، من هجوم أغنياء تونس، ومن هجوم الأمن ضده. نجيو للنوع الثاني. النوع الثاني اللي صار قلت مع السبسي. مع السبسي. نعم. مع السبسي أنا في رأيي، وهذا هي فرضية ما عنديش عليها أدلة، لأني أولا بعدت ومعاش عندي علم بالشيء اللي قاعد يجري. أنا في رأيي ولا هو وسيلة من وسائل إفشال السبسي في تحقيق نوع من الصلح بين البرجيبيين والإسلاميين. بعد ما تبين للسبسي أن اليساريين والقوميين يحبوا يخربوا له تجربته، بدأ يفكر في ربما صلح بين البرجيبيين والإسلاميين، فعملوا له العمليات هذه. يعني كأنك تقول توا أنه في يعني النوع الأول والنوع الثاني كان إرهاب مصطنع بالكومود، معناها ما فهمش لعب، ما فهم حتى عملية إرهاب وقعت من فرد كان راقد قام يعمل العملية. عليها الخطر، مستحيل إنسان وحده يعمل عملية إلا كما قاعد يقع مثلا في الضفة الآن، عبد يهز سكينة واللي يهز كرهبته ويهجم على حد. هذا ما يسماش إرهاب، يسمى معناها عملية انتحارية يقوم بها شخص، مش هذا الإرهاب. الإرهاب هي عملية منظمة فيها مجموعة، فيها شكون يعمر، فيها شكون ينهى، فيها شكون يسلح، فيها شكون يمول، وفيها كذا. نتحدث على هذا، مش تحدث على النوع الثاني. قلت الذي يراد، شنو هي النوع الثالث هذا؟ النوع الثالث الان افرض انه الانتخابات اللي باش تجي ينجح فيها الرئيس. نعم. والعباد تولي تقول ما عدناش حاجتنا به، وتقع ثوره سلميه ضد النظام اللي جاي. شو الحل اللي باش يقع؟ اللي وقع بالضبط في ايران، يعني النخبة المتشيعة التي يعتمد عليها هي التي ستقود الإرهاب. هي التي ستقود الإرهاب، يعني الميليشيات التي ينوي الحكم بها هي التي ستقود الإرهاب. نعم. لكن هذا فرضية لأنه مازال ما وقعش. نعم. والحمد لله إن شاء الله ما يقعش. إن شاء الله.